باش نحكيو على القضية نتاع مقابلة الدربي بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي. قاعدة تسخن الدربي من قبل زوز اسابيع ثلاثة بخصوص الويكلود، شنو باش يصير في المقابلة هذه؟ باش ناخذوا قراءة قانونية مع المختص في القانون الرياضي الأستاذ أنيس بنمي، موجود معنا بالتليفون. أستاذ أهلا بك. الو صباح الخير اسلام، شنو احوالك؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. انت على المباشر استاذ، ابرامو خذينك في الدقيقه الاخيره ظهرلي. اي تحياتي ليك وللي معاك في البلاتو واللي معاك يتفرج يسمعوا ذاك كيف في البرنامج. شكرا ليك استاذ. دونك حابين ناخذ قراءه من عندك، شنو باش نجم باش يصير؟ كيفاش تصير عقوبه الويكلو؟ هل يتم الاعتماد على لي رابور نتاع الحكام، لي رابور نتاع الامن، نتاع مبعوثين الرابطه؟ كيفاش تصير بالضبط وشنو اللي يصير في الكا خاصه نتاع المقابله هذه؟ هو بطبيعة الحال نرجع للمجلة التأديبية للجامعة التونسية لكرة القدم اللي تحدد تعطي الترتيب الوسائل الإثبات في المادة التأديبية برانسيبالمون معناتها بصفة أصلية هو ورقة التحكيم، واللي مش موجود في ورقة التحكيم بطبيعة الحال نسمى تقرير المراقبين ولا المنسقين العامين للرابطة، تقرير أيضا هناك التقرير الأمني والمشاهد التلفزية بطبيعة الحال يمكن اعتمادها في صورة التنصيص عليها ووجود تعارض بين التقارير بطبيعة الحال. هو الرابور نتاع الحكم معناتها تقريبا ما جاء فيه شيء معناها لهنا. اي لكن الحكم اذا كان الحكم ما ذكر شيء شوفوا زاد ريبيت رابور معناتها عنده نفس القيمه، ماهوش بالضروره معناتها اذا الحكم ما نصص شيء معناتها ما عادش فما حتى شيء بعد. الصور لكن بصوره التعارض بطبيعه الحال بين تقرير حكم وتقرير مراقب مثلا يعتبر ورقه التحكيم هي الورقه الاصليه وتعتمد هي قبل كل شيء. الصور التلفزيون نمشيو لهم اذا كان فما ريان سينيالي، معناها اذا كان يقولوا لي رابور هذا من كل يقولوا ما فما حد شيء، نمشيو للصور التلفزيون نتاع القنوات الرسميه اكيد زاده. القنوات الرسميه اللي تبث في اللي تبث ماهوش لا الفيسبوك ولا الانترنت ولا المواقع الالكترونيه الكل. اللي هما التلفزيون الوطنيه ومنصه ديوان اف ام، ديوان سبور هذوما زوز. ديوان اف ام وقناه الكاس اذا كان وقناه الكاس بالضبط. باهي استاذ، شنو هما الحالات اللي تصير فيهم عقوبات او اللي شفناه نحن مقابل الترجي الاخيره مع العمران؟ شفنا عباد تجري في الجرادان، بون فما شكون شادت حتى حاجات متاع ما نعرفوش شنو بالضبط. لهنا نجموا نعتبروهم في حالات نتاع العقوبه والا في حالات الا اذا كان تصير فما مقذوفات شماريخ واشعال شماريخ والا القائد شنو يصير؟ الويكلو حسب التابلو اف الفصل 43 مجله تاديبيه يحكي على اما القاء الشماريخ مع اشعال الشماريخ في المدارس ولا القاء او القاء أو القائها في الميدان ولا القاء المقذوفات بصفه عامه. الاحداث وقت اللي تصير احداث جراف معناتها احداث جراف تنتج اصابات مثلا في صفوف الامن في صفوف الرسميين اقتحام ملعب، وقت نحكي على احداث الجمهور معناتها هذيك باش الناس تبدا تعرف وفهم الوضعيه بالضبط. احداث جراف معناها هذوما فقط تعريف الاحداث الجراف. تكسير ملعب، تكسير ملعب، اصابات في صفوف الامنيين الرسميين الحمايه المدنيه لاعبين حكم فريق المنافس، هذوما الاحداث اللي تؤدي بعدها الى معناتها عقوبات الميكرو. واللي هو ذا ينجر عنها اقتحام الملعب اذا كيف. واللي هو ذا ما صارش معناها في المقابله، معناها ما شفناش. توا شوف نحن نحكيو بصوره رسميه، لا انا ولا انت مخولين باش نقولوا صار ولا ما صارش، التقارير الرسميه هي اللي تقول صار ولا ما صارش، معناتها ينجم نكون بعينينا نحن شفنا احداث، اذا الاحداث هذه ماهيش مجسمه في التقارير ومش مكتوبه في التقارير راهو الرابطه ما تمشيش بها، حتى ما تمشيش في اتجاه ما روي ولا ما نقل ولا ما تم ترويجه على الفيسبوك ولا على غيره. دونك البرنسيبال مون نمشيو على التقارير الرسميه اللي الحكم معناتها عابره ورقه التحكيم ولا الرابور ينجم يبعث في ظرف 48 ساعه التقرير التكميلي، قدر راهو الحكم ينجم يكتب معناتها يحط لنا سينياليه في الماتش، لكن عنده ينجم يكتب من بعد دابور اذا كان ثم احداث بعد مثلا ورقه المقابله ثم تم الاعتداء عليه ولا تم المهاجمته ولا غيرها، مش معناتها اذا كان كتب لنا سينياليه معناتها انتهت مهمه الحكم. ايضا تقارير الرسميين ثم المنسق العام اللي هو موجود، فما زاد التقرير الامني نجم زاد كيف قد تم احداث تصير ينجم ما يلاحظهاش المنسق العام ولا ما يلاحظهاش الحكم لانه ما صارتش في الطلع تصير في المدارج ولا غيرها تنتج عنها اصابات وصارت في احداث قبل وبعثوا معناتها المصالح الامنيه بعثوا تقرير وتعاقبت الجمعيه والجمعيات على ضوء التقرير هذاك. ذاكر الواتي حبيت فعل معك. ماتر صباح الخير انيس. اهلا بك ذاكر مرحبا. صباح لاباس. انيس بالله تو في التقارير التكميليه. انا التو فهمتوا هذا القانون هذا علاش مش فرد نهار نتاع الجورجي نتاع الماتش، خاطر ما كانش باش تولي فما برشا اقاويل وبعد نهارين ثلاثه تنجم تصير تدخلات كلك سوا نيجاتيف ولا بوزيتيف
في التقارير بتاع كلك سوا نقولوا التقرير الأمني برك هو اللي نجم يكون يتعمل في عقله، لكن اللي ملمين بالمباراة الرسميين في المراقب المباراة مراقب التحكيم ما فهمتش عليه التقارير التكميلية تصير بعد 48 ساعة هو الحقيقة على مش الجورجي كل واحد يكتب ويبعث قاعدين يبعثوا لينه تقريبا دخلنا في السيستم الورقة التحكيم الإلكترونية معناتها بطبيعة الحال وإن شاء الله تتطور الأمور أكثر وتولي نخدمه بالسيستم التابلت والكيو ار كود معناتها كل شيء بعد المباراة عندك التفاصيل كل ما تستنى هذا هو اللي نحكي عليه التليفونات ولا غيرها معناتها نتصور أنا اليوم ما عادش قاعدين نخدموا شوية لكن ما نش قاعدين معناتها في العالم الكل ما عادش تم كتيبة وما عادش فما فاكس وما عادش فما بيرو دوردر وما عادش فما ثم إيميلات تقارير معناتها تابلت كل حكم مفروض يكون عنده تابلت ماشي المقابلة يكمل ما يخرج من المقابلة إلا ما عمل الرابور بتاعه معناتها في ظرف 10 دقائق كل شيء المعلومات كلها متوفرة للناس الكل لا تقعد تحط الرابطة في حرج ولا تحط لجنة الانضباط في حرج ما تحط حتى حد معناتها الناس الكل تبدأ عارفة ما لها وما عليها بين ومعناتها نهاية المقابلة معناتها كي مقصوف المقابلة توفى بأحداثها الكل وكلامك صحيح على خاطر أنا منهم مرة مراقب مباراة حكم مقديم حط كابوسان للوندما وقعد في القهوة قاعد يكتب والله بالحق نعم شاهد عيان شاهد عيان وشعبك اللي صورته صورته وبلغت تاريخ أنا حيوه المنظومة الكروية صديقنا هذا زميلنا حسن الغربي من تاب حبيت يتفاعل معك صباح الخير أستاذ عايشك حبيت أسألك عايشك ربي فضلك يا أستاذ خي جانتي حبيت أسألك أستاذ هل أنه القانون اللي حكيت عليه يشمل التسعين دقيقة أم أنه مثلا قلنا احنا مثلا لو فرضنا صارت أحداث معزولة بعد المقابلة هو صارت أحداث خارج الملعب بعد المقابلة وإلى خارج الملعب مثلا خلي واضح لنا زاد فوالا هل أنه هذه أصبحت طبعا أصبحت من من منظار ولا من أنظار الحق العام القضاء انتهى يعني مع الأحداث الأحداث اللي يتعاقب عليها الفريق خاطر النص في طول هو يقول لك في معناتها السانكسيون دو ليكيب دو في دو سون بوبليك الببليك لازم تتلمه موجود في الملعب إذا كان صارت في الكياس ولا صارت خارج الملعب ولا خارج المنشأة بتبيت الحالة بخصة مناط الحق العام معناتها ما هوش كما الوضعية اللي وقت اللي تصير أحداث داخل الملعب اللي تمس الفريق وتقدم حماية هذا كله معناتها محطوط لحماية اللاعبين لحماية طاقم التحكيم لحماية الرسميين معناتها داخل الملعب النص معناتها كما قلنا يوضح أنه هو من مسؤولية الفريق على أحداث الجماهير الجماهير داخل الملعب هذاك مسؤوليه الفريق خارج الفريق ما تنجمش تعاقب فريق ولا تقص مثله نتيجه رياضيه ولا حضور في معناتها الجمهور في الملعب على احداث صادره وخارجه خارج الميدان نجم يقول لك انا ماني نرجع نفس الحكايه بتاع ديما الاستقطاب معناتها خاطر احنا في تونس نحبوا نعم نهربوا من وضعية اما نقول اخرجت من سياقها ولا ماهوش مسؤوليتي انا معناتها خاتيني معناتها دونك هذا ماهوش تبعني ولا عنا هذا كيف نظريتي المندسين دونك في الملعب هذاك انت مسؤول عليهم وتاثرهم وتصبر عليهم وتحيط بهم لانك مسؤول على افعالهم خارج الملعب هذاك منات المصالح الامنيه اللي هي تقوم بواجبها بطبيعه الحال. باهي السؤال الثاني يا استاذ وهو وضعيه الحال نتاع مقابله الترجي والعمران هل انه الحكم مقابله حتى غيانا سينيالي ما فما حتى شيء هل انه الرابطه تكتفي بذلك على او انها هي من حقها او من عرش شنو تثير انه تجي تقول لا زيد ثبت ولا زيد تشوف ولا طالب للمراقبين الرابطه ما طالب حتى حد واضح الرابطه تتعامل بما يتوفر لها من تقارير باش نقرا لك الفصل 6 يقول لك لي انستانس كومبيتونت اون ماتير ديسيبلينير روند لور ديسيزيون اون سو بازون برينسيبالمون بصوره اساسيه واوليه على الفوي دو ماتش elles peuvent être à titre complémentaire pour qualifier ou sanctionner une faute ou signaler non signalée sur la feuille de match prendre en considération les sources d'information suivantes أولا rapport le coordinateur général مع المنسق العام تقرير المنسق العام تقرير الحكم اللاحق والحكام المساعدين تقرير مراقب المقابلة وتقرير اي حد رسمي من الجامعه او من الرابطه مع المنسقين العامين تاع الرابطه ولا غيره نعطي نجم خطر علاش ينجموا الزوارات دخلوا لداخل قد لاعب البرة تم الاعتداء عليه الحكم ما راهش الحكم سينيالي اللي يشوفه بعينيه معناتها ينجم هو يكون دخل الفيستيرات لكن صارت احداث بعده في الملعب تم مهاجمه الفريق المنافس تم الاعتداء على مدرب تم الاعتداء على امني تم الاعتداء على لاعب قاعد مازال البرة يحتفل لو فريق يحتفل الحكم ما هوش وصيه باش عنده كاميرات 360 ومش قاعد يراقب في كل شيء الحكم يراه ويعاين اللي شافه بعينيه اللي ما شافوش بطبيعة الحال من باب الأمانة يقول ريانا سينيالي خاطر هو ما يمشيش بالنقل ما نجمش يكتب في الرابور نتاعو يقول راهو افادني مرافق الفريق.